ميار شريف لاعبة منتخبنا الوطني للتنس الأرضي ونجمة النادي الأهلي نجحت في الصعود لقبل نهائي بطولة كناريا المفتوحة واللي بتتلعب دلوقتي في أسبانيا. ميار كانت كسبت في دور الثمانية اللاعبة البلجيكية لارا سالدن بمجموعتين لمفيش، وجت نتائجهم كالتالي 7-5 و6-3. ميار بتشارك في البطولة دي عشان تحسن مركزها بعد ما وصلت للمركز 132 على العالم بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية في أمريكا من أيام. ميار بتكتب التاريخ بحروف من ذهب بعد ما كانت أول مصرية توصل للدور الرئيسي في أي بطولة من البطولات الكبيرة، وحققت ده لما شاركت في رولان جاروس في فرنسا الشهر اللي فات. وكمان هي أول مصرية تتأهل للأولمبياد واللي هتتلعب شهر 7 السنة الجاية بإذن الله.